الحقيقة أنه اللي بيصدر هذه الحالة من الهلع هي الجهات اللي عاوزة الحالة دي تبقى موجودة. طب. واللي بيسجلوا الفويس نوتس اللي حضرتك ذكرتها طبعا. وبيدعوا كل اللي حضرتك بتشير إليه في السوشيال ميديا كله للمرة الثانية والثالثة من تأليف وإخراج من يكتبه. إحنا لا متعنتين ولا أي حاجة خالص، بس الخسارة في تعليم 25 مليون مواطن مسؤولية كبيرة جدا، وأي هزة في الخطة الزمنية لها تبعات كتيرة جدا. ولادنا اللي سامعيني في ثانوية عامة بيذاكروا عشان يخشوا الجامعة، ده ما ينفعش يتأجل. الشهادات العامة ما ينفعش تأجل. تنفيذ ده محتاج بدائل، يعني احنا وظيفتنا التعليم، لازم نعلم الولاد. واعتقد اي اب وام مسؤول عاوز ولاده يتعلم، مش انه يقعد في البيت ويروح النادي. ده غير انه بقى النادي والقهوة والسينما والحتت اللي هيروحها لا ده لا ينتشر نفس... ده لا ينتشر فيها الكورونا، هي المدرسة بس. فيعني برضو كلام مش منطقي. احنا بنحاول وبنفكر، وفي غرفة ازمات وقاعدين مع بنكلم وزير الصحة على مدار اليوم والتعليم العالي، وان تم الاستقرار على ان في اسباب وجيهة تدعونا لهذا طبعاً. لن نتأخر عنه طبعاً. بس الى هذا الحين ما ينفعش ان احنا نقعد صبح وبالليل بنسأل نفس السؤال كأنه هو ده الهدف الاسمى، وكأنه لو قفلنا المدارس مصر ستنجو من الكورونا. لا طبعا مش هيحصل كده، الا بقى اذا قفلت المطارات والسوبر، وبعدين حاله الهلع اللي تسبب فيها القرار ده قد تكون اسوأ من استمرار الدراسه. ففي نوع من الدراسه العميقه اللي بيعملها جهات كثيره في غرفه ازمات في مجلس الوزراء، وكلنا بنتكلم مع بعض، ودوله الرئيس بيكلمنا على مدار اليوم كلنا. بس عاوز الناس تطمئن ان في حد واخد باله وبيشتغل، والحاجات وفي الوقت المناسب لو في خطر صحة الطلبة أهم من أي حاجة. بالضبط، وتعليم الطلبة كمان مش بس صحتهم، صحتهم الأول وتعليمهم. أنا بس بوجه الرسالة دي لمن بيحاول يصطاد في الوقت ده وعلى السوشيال ميديا والغلنة الوحدة الأخيرة والبتاع. لا ما هم خلاص حضرتك كما قررت إن دلوقتي وحضرتك بتقول إنه محدش هيطلع غير لما ياخد الجرعة الكاملة، خلاص ما هتبقى هي هي بقى. يعني هم متخيلين انه كان هيبقى فيه قرار بنجاح كل الطلبه اللي موجودين او ناخد نتيجه الترم ويتم نقلهم الى العام المقبل، والناس تقعد تاخد رمضان بقى اجازه وخلاص. لا، اذا كان ده حصل زمان لن يحدث ثانيه. انا بالنسبه لي بتكلم عن نفسي، لن ينجح احد بدون استكمال متطلبات النجاح، واذا خدنا اجازه يبقى هنعوضها، ومش هنفاصل في ده بعد كده. اذا خدنا اجازه شهرين هنعوض الشهرين، خدناها سنه يبقى هنعوض السنه. هل قرار هل ده يسري على كل انواع المدارس؟ يعني هذا القرار تتحكم فيه وزاره التربيه والتعليم، يعني لا توجد مدرسه تستطيع ان تاخذ هذا الامر بشكل فردي؟ لا طبعا، لا طبعا. اي مدرسه على جمهوريه مصر العربيه تخضع لهذا القرار. احنا يا فندم انا احاسب على ايه؟ التعليم. وفي زملائي يحاسبوا على الصحه، يحاسبوا على اشياء اخرى، على النقل كده. التعليم انا لو مضيت ان حد استكمل المتطلبات التعليميه للنقل من سنه لاخرى وهذا لم يحدث يبقى انا مخطئ. فاذا كنا بنرغب في ده لاولادنا انا ما اعرفش ازاي.